الحارة اللي بتكش أحسن من حارتنا. هذا البيت اللي مثل بيت الاشباح. في احلى من بيتنا؟ ايه بس نحن ساكنين لحالنا هون ما شاء الله اربع خمس عيال يعني جيش على رمرم. وين بيتنا يا رفيدك ميسا؟ هون. مرحبا. اهلا وسهلا. كمشتك؟ اكيد ابوها لميساء. لا مالي ابوها لميساء. بابا. جدها على قيد الحياه؟ تلحقوا بايدك كعكي. جوزها. والنعم. اهلي جاي يتعرفوا عليكم. اهلا وسهلا، شرفوا. ميساء ميساء روحي ورا اختك وزوجها، بدي خلي اهلي يتعرفوا عليه. بس العريس هو بيروح بيطلب ايد العروس مو بالعكس. لك لسه لا في لا عريس ولا عروس، عفيف ما بيعرف. انا بدي خلي اهلي يشوفوه شوف بس. والجامعه بعدين بكفي وانا ببيت زوجي. متزوجة ثلاثة، الحب ما بيعرف هالشغلات. يلا روحي. شو؟ أهلين أمي، تفضلي. سألتي لي جوزك مبارح طول الليل وين كان؟ سألته ما حكى. شو قلتي له؟ شو بدي أقول له؟ ما قلت له شيء. أمي شفيق حاسس إنك أنت عم تعنديني. أي حس. يلا ضبي لي هالكوي، جايينا ضيوف. أنا عم تاكوي له أواعي مشان يروح بالليل يشوف وحدة ثانية وتصرف علي قدامها اللي جاي أنا. طيب ليش ما بتشتغل على شهادتك طالما معك شهادة؟ صراحة اشتغلت بس اكتشفت يا اما بدي اكون حرامي يا اما الناس بدها تضحك علي. قلت لحالي لا، شرفي اهم من كل شيء. وهلا شو عم تشتغل هلا؟ اعمال حرة من جميعه يعني. طيب ليش ما بتشوف لك بيت تسكن فيه احسن من البيت؟ مو احسن لك؟ مو محرزة. ليش مو محرزة؟ صراحة انتوا عم تحرجوني كثير. بشو عم نحرجك؟ خير ان شاء الله. انا في سر ما كنت حابب احكيه بس بما انكم حطيتوني بخانة اليد صار لازم اني احكي. اذا في شيء خصوصي بلا ما تحكي، مو ضروري. صراحة أنا عندي فيلا ببلودان وعلى وشك إنه تخلص، شغلة ثلاث أربعة أشهر وكلياتكم معزومين عندي. ونحن كمان معزومين؟ أنت إلك جناح هنيك، معقولة أنا أسكن بفيلا وأتركك أنت عديلي حبيب قلبي ساكن بهالوخم هاد؟ مو معقولة. وليش ما بنروح هلا؟ لساتها على العظم. منا بنتفرج عليها ومنا رحلة. هلا مو مستاهلة، لازم نتغدى سوا. وإذا سكنتوا ببلودان بصير بدكم سيارة. احسنت يا عمي، بس انا هي الشغله ماني نسيانه. الي صديق مغترب عطيته قرشين مشان يجيب لي سياره من المانيا لاني ماني ناوي اركب حي الله شيء. بعدين اللي عم يركبوا سيارات